يلا. أستاذ هشام. لا أيوة يا نواف خير. الحاج رجاء التجاري الجملة اتصل بيك وبيقول لك أنت اتأخرت على سد دفعة الشهر ده واللي فات وإن محتاج فلوس ضروري. آه والله. طيب يا نوال روحي انت شوفي شغلك. هو فين الشغل ده؟ مقضينها قهوة على السبرتين. سمعك على فكرة. مش عارف اعمل ايه في امي تفتح محل عبايات حريمي عشان اختار عروسة من الزباين، والمشكلة انها تسمي المحل حلاوة روح، يبقى الفيلم يتشال من السينما واحنا نجيبه لحد عندنا. ليهم حق الزباين ما يتعبوش ما يعتبوش باب المحل. بس الفيلم مش وحش للدرجة دي يا أستاذ هشام. نوال. أيوة يا أستاذ هشام. والنبي خدي ودنك اللي نسيتيها على المكتب. أنا قلت بس أخفف عنك شوية بدل ما تكلم نفسك. ألا ده وحش عشان ارحميني. أنا مستحملك بس عشان انتي بنت أنت أمي. السلام عليكم يا حاجي ربائي. إيه يا عم هشام بقى ينفع كده برضه؟ والله يا حاجة أنا وش منك في الأرض. يا ابني ما تقولش كده، أنت حقك تتمرمغ في الأرض مش وشك بس. ليه بس كده يا حاج رجائي؟ يد أنا زي أبوك، ياما نصحتك تغير اسم المحل ده علشان تبشبش معاه. يا ابني ما ينفعش كده، بقى كل ما أجيلك وأقرأ اسم المحل دم بيغلي في نافوخ. ربنا يزيد إيمانك يا حاج. يا ابني بتفتكر الفيلم حبيبي يا عم رجائي.